قالت لي ابو عزه الجن اللي ضربها على الفاخر كتقيل النهار كامل هي تخوف بالفاخر بحيط الدرس. اخويا الدرد يعني دبرزي كان سريقه الارض وطني داس الحيله. ابو عزه الدرد اللي عندي راه مازال الضمانه الوحيده اللي نقدر ندير معاه. اه دا جهدي
ديال الزواج، وانما هذا عقد سلف كيزوج الاب بنته بالفاتحه مقابل فلوس كياخذهم من عند الزوج كسلف وضمانه على اساس غير ردهم ليه ملي دير البنت 18 عام. ولكن مع الاسف الاغلبيه ديال الرجال كيهربوا على هاد الفتيات القصيرات قبل ما كيبلغوا سن الرشد، وكيخليوهم مساكن امهات عازبات بدون حقوق شرعيه. هاد الزواج كونترا تحايل على مقتضيات مدونه الاسره، انه سوق للمتعه وعبوديه جديده ترقى لجرائم الاتجار في البشر. حنا كنحاربوا هاد الزواج الكونترا، حرام. كنشدوا الطفوله، كنحرموا من الطفوله ديالهم من حياتهم المستقبليه مقابل الفلوس باش يحاربوا الفقر. الدور ديالي في هاد المسرحيه هادي دور الراويه ودور كذلك الام. Thank you.
الكروي الاعلامي. اليوم كجمهور عشنا واحد الامسيه فنيه رائعه كتجلى الموضوع نتاعك موضوع راهيني. وبما اننا الان كاين هاد الحراك ديال اننا كنحاولوا ان شاء الله باش المجتمع كله يعطي الراي ديالو فيما يخص المدونه ديال الاحوال الشخصيه، فالجانب ديال تزويج القاصرات هو مشكل عويص، وفيه كما قيل وكما سمعنا انه تحايل على القانون واستغلال الاطفال، وبالتالي خلق مشاكل يعني مستقبليه فيما يخص الاطفال اللي كيكونوا عرضه للضياع، وبالتالي تملص بالمسؤوليه بشكل يعني تملص الزوج يعني اللي كيكون تيتزوج بواحد البنت قاصره يتملص من المسؤوليه بشكل يعني بسهوله، وبالتالي كان يا اما كنلقاو اللي غادي يحضن هذاك الاسره او لا غادي تكون يعني المصير نتاعهم اطفال الشوارع.